الذهبي كما في تذكره الحفاظ المجلد الاول صفحه اثنين يقول ان الاول قال فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا اي شيء لا تنقلون عنه فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله. كتاب الله هو الحكم لا نحتاج إلى النبي صلى الله عليه واله بعد كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه في تذكرة الحفاظ أيضا في المجلد الأول في الصفحة السابعة طبعا هذا نقيض عمله لأن هو عندما أراد أخذ فداك استدل بحديث النبي المزعوم الحديث المزعوم قال إني سمعت رسول الله يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث ليش هناك ما قال حسبنا كتاب الله يعني هذا نقيض القرآن هذه المقولة ونقيض عمله هو بنفسه يقول عن الثاني أقل الرواية عن رسول الله وأنا شريككم أنا أيضا هواية ما أنقل عن النبي صلى الله عليه واله. في نفس الكتاب في الصفحة السابعة يقول عن معاوية: عليكم من الحديث بما كان في عهد الثاني فانه كان قد اخاف الناس في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله. يعني مو فقط نهي مو قوة تشريعية فقط، قوة تشريعية وتنفيذية، منع كان. طبعا ليش هذا الموقف كان؟ هذا يحتاج إلى بحث مفصل. وهنالك كتب كتبت في منع تدوين الحديث، لماذا؟ وما هو الهدف؟ ولكن يبدو أن أهم هدف في ذلك هو الغاء دور اهل البيت. ان لا يكون لاهل البيت دور. احاديث النبي صلى الله عليه واله كلها تشيد باهل البيت. اذا منع الحديث انتهى. واستمر هذا المنع اعوام طويله منع تدوين الحديث وكم من الاحاديث ضاعت في خلال هذه المده الطويله